black in my eyes, bulge. I got tissues in my pockets. I'm sensitive, probably wanna duck when I throw a fit. Been through some shit with my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe and الحلوين. النهارده الفيديو هيكون عباره عن احنا عارفين ان اللف ده كان بتاع الاسبوع، بس يعني قلنا بقى ان احنا عايزين نخرج وكده، فقررنا ان هو الفيديو هيبقى قصير ان شاء الله. يعني قررنا ان احنا نخرج خروجه جامده جدا كلنا، مش كلنا بقى، انا واحمد والولاد ولميس ومصطفى. فقررنا بقى ان احنا اليوم كله نفسح الولاد، عشان خلاص هم بقالهم كتير قوي غايبين من المدرسة طبعا، فبكرة الحد ان شاء الله يعني فهم راجعين المدرسة. صح؟ لا مش هنروح تاني، هنروح. لا مش رايحين، منتش نافعين والله العظيم، كلمتي هتمشي عليك ومش روح والله. ماشي، فزي ما انتم جايين شفتونا ان احنا في مكان او مرة في حياتكم تشوفونا فيه. فطبعا احنا قبل ما فتحنا الفيديو الكاميرا احنا كلنا، فدلوقتي هنكمل بقى الفلوج بتاعنا، وهو ان احنا عايزين نخرجهم عشان يخرجوا بقى من المود. اصل هما بس مقطعين المذاكرة، واحنا كنا قاعدين كده يعني، واحنا كنا بنتمشى وكده، واحمد كان قاعد عمال بيلعب على دي، كان ماسك ماما مرام وعمال بيروح رايح وجاي بيهم. صح يا احمد؟ صح. فدلوقتي احنا شفنا مكان ورا هناك هنا عايزين نقعد فيه وكده، فهنروح نقعد فيه ونرجع لكم. الله يا مامي المكان ده جميل. او مامي انا عايزة اخد واحد من اللي هو اللي بيطير ده. يا مامي والنبي، يا مامي والنبي مام بابا عايزة ده عندها تعمل ويو هيموتوا منك. النبي يا مامي، شوف الفراشة الكيوتة اللي جنبك دي. الله، الناس هيفزعقون. ماما شوف عمالة بتطير حوالينا ازاي يا مامي والنبي. ايه تقريبا هي عايزاكي تعمل بيا ايه؟ تروح عندها بيتها. شوفي ماما واقفة ازاي، وقفت ورا، وقفت ورا. الله يا مامي، شوفي شوفي ده المكان اللي كله حشرات ده. ماما وانا قاعدة انزل في البحر ده، واو انا عايزة اقعد هنا وادل ده رجلي في المية، وانا كمان زي هنا انت عايزة تطلعي. يلا ماما اسكتوا. ماما ايه رأيك يا بنا اللي احنا يوم كده عند البحر؟ ايه رأيكم يا جماعة نخلوهم في الاطفال هم اللي يختاروا المكان اللي احنا نقعد فيه بعد المكان ده يعني؟ اه بعد المكان ده، وهم اللي يقعدوا فيه بقى يعملوا كل حاجة. بابا خطفها عندي حمامة. انا لحقت. ايه ده يا الحمامة دي ببيض دهب ولا؟ ده سرقة فيزا مفتاح شقة. امو تقولي كده؟ انا عايز اجرب اشوف الفيتا دي شغالة ولا ما اشتغل. جربها فين؟ مش عارف. روح جربها عند بابا. واحنا هنا كان من بين نشتري. ما نروح نشوف كانت فيزا هنا ولا. انا عايز اجرب اشوف دي. لا دي مش فيزا يا صاحبي، ده ورقة. ورقة طلعت ورقة يا بنت. انا ميس الدولة تاني رجعها مكانها، بس عامل زي النسر. الله وردة دي حلوة اوي، انا هشيلها. شوف عصافير الحب مامي وبابي. ايه ازيك يا صاحبي؟ انا صاحبي جميل. خالته تقبلي مني الورقة دي، الورقة للأنسة أيسل.
يا نهارك ابيض خالته. انا بحب ايسر وعايزه اتجوزها. اتجوزها يا ابني. بحبها. شوفي ماما وبابا بيحبوا بعض ازاي اكنهم لسه في الكليه. يعني انت بتحبها؟ اتقدم ليها. انا موافقه يا ابني. ماما وافقه علينا. ان انا عايز اقرف. اوعى يا بابا يا عسل انت. وانا مين اللي قال هحب واحد شبهك يا معفن؟ خلاص بقى. اود معفن اود معفن. ماما احنا نقعد على البحر. بلا بحر بلا مش بحر. يلا انا عايزه اعوم. انا عايزه صيف. انا عايزه صيف. الشتا جاي يا حبيبتي وكل اللبس اللي انتوا لابسينه بيبان بطانيكو. ده هيبقى هتستخب بطانيكو. احنا بنبين بطانينا. يلا وين دلوقتي يا جماعه؟ هنروح بقى فين؟ احنا لسه مش عارفين اصلا احنا هنروح فين، بس هنخرج هنخرج. ويا جماعه يا ربي كان الفيديو دي عجبكم. وده هو اصلا مش هيعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله هيعجبكم. في نفس الوقت مش هيعجبكم. اسكتي اسكتي لديكي بالقلم على بقى. هم اصلا بيتفرجوا عشاني. ايه كده يا جماعه؟ جينا الحته دي جنينه يعني كده. فدلوقتي عايزين بقى نكمل القعده فيها. ماما احنا مش عايزين نقعد فيها. ماما ايسل اسكتي. من ساعه ما صبغتوا اللون ده وانتوا بقيت شكلك وحش قوي. يلا نمشي ندخل. شفتوا الخاتم اللي خطيبي جابوني؟ حلو. اسكتي كفر يا مامي. اتفضل اتفضل اتفضل. ماما والراجل اللي هناك دي بيبص لنا كده ليه؟ شكله هيتولنا. الله يا ماما انا بحب اقول البتاع دي يا ماما. اسمه ايه البتاع اللي انت بتقوله؟ اللي هو اسمه محمد. يزن بيلا اسمه محمد. اقعدوا جنبنا ان هم تتحركوا. هنروح نلعب ورا هنا وده ايه؟ ما عايش محالة. بصوا انا جات لي فكره. مش انتوا عايزين تقعدوا؟ اقعدوا في قلب حاجه بتاع اختكم. لا شوفوا جميل ازاي مخليكم في طاقه وتغنموني. ماما ده بايظ. شوفوا كده يا جماعه احنا هنعمل ايه؟ ايه ده؟ دي بتتاكل؟ لا طبعا ما بتتاكل. يا سي انت جاي تنامي ولا ايه؟ لا بس انتوا جايبين حته وحشه خالص. واو يا مامي ده في بحر. ماما عايزين ننزل. وانا كمان عايزه انزل. بصي هقول لكم حاجه. ايه رايك اركبكم انتوا الاثنين على عوامه؟ بس ما تحطوش جسمكم في البحر. انا عايزه انزل بالجسم كله. حالا انت رخمه قوي بارده. احمد يمه نجيبها من ورا مستحمى هيعي. مش مشكلة يعني يوم احسن ما بينزلش خالص. يا الله يا احمد. ايه رايك نجيب الكرة دي نلعب بيها؟ احنا خدنا عوامات الناس وهدوم الناس. امسك يا احمد امسك يا مصطفى. رجعنا بلاش يا ماما. اطلعي بقى من ساعة ما جانا. اتعي انت خسرت. خسرتي؟ انا عايز اطلع جنب مرام. سيبيهم يا احمد يستحق. احلى فيدي. خدي ميه جنبك. خدي اختك على عيني. لا مش باخد حد. ايوه مش هترى. وانت التاني خد اختك. الله اجيب حلا رجبة. روح مومي انت هتلبسها منين يا حلوة لميس؟ هينشف. طب لو منشفش انا الشافي كان تبغى. انا من تيك توك تيا بسكوت تايا. ليلة عند الحبايب.
بيرين. مين اللي هيعبرك يا خالد؟ ماما انا يلا ماما عايزين نجيب ايس كريم عشان نمشي يلا. لا مفيش ايس كريم بقى الجو ساقع. لا انت احنا بسطناكم من الصبح خلاص. بكره هترجعوا على المدرسه شبهك. يعني هما هيناموا بقى واحنا هنلف المايه مرام. يلا يا لميس يلا يا لميس ولادك كفرفروا منا. يلا يلا حالة توكلت على الله. حالة دي بتحب النوم عايش بالنسبة لنا عايش. بابا شني يا بابا. جماعة احنا كده مش هنروح في اي حتة تاني من الايام. زي ما انتم شايفين العين نامت. فبجد كان يوم جامد انبسطنا. انبسطنا وبنحبوك قوي. وطبعا في كلام في كرواتة. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك والشير والكومنت حلو كده زيكو. وعايزين مشاهدة حلو عشان خاطر انا تعبت. بنحبوك قوي يا جماعة. باي يا بموناتي.